شاركت مصر بوفد ممثل عن وزارة الدفاع في الاجتماع السابع لوزراء دفاع دول تجمع الساحل والصحراء، والذي عقد في العاصمة النيجيرية في الفترة من 20 وحتى 22 من يونيو لعام 2018. وتضمنت أجندة الاجتماع بحث سبل وآليات تعزيز التعاون بين مختلف دول تجمع الساحل والصحراء في مجال محاربة الإرهاب وتبادل التجارب والخبرات في مجالات الأمن والدفاع وإطلاق جهود التنمية. كما استهدف الاجتماع السابع توطيد المكتسبات المسجلة في مجال محاربة الإرهاب عبر التضامن المشترك بين دول التجمع. هذا وقد أشادت جميع الوفود المشاركة بجهود مصر في تأسيس المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب لدول تجمع الساحل والصحراء. ووجه أعضاء الوفود المشاركة بالمؤتمر رسالة شكر وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنفيذ وعده بإنشاء المركز في زمن قياسي، وكذلك تفعيل وتقديم 1000 منحة دراسية للعسكريين من دول التجمع في مجال الدفاع والأمن.